السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم ان شاء الله نشترك معكم تحليات بدون حليب، اتمنى ان شاء الله يعجبكم. اول حاجة غدا نحتاجو لها هنا هو اللوز اللي كنكونو رقدناه من قبل في الماء ليلة كاملة ولا 24 ساعة، كنخليوه في الثلاجة مع الماء ولكن من قبل كنغسلوه مزيان لان باش كنزولو منه ديك الكحولة. القياس هو 100 غرام، كتعطينا لتر حليب. غدا نطحن دابا هاد اللوز ومن بعد غنصفيه، يعني الا كان عندكم منديل ديال حياتي ولا منديل اللي كيكون شفاف كنصفيو فيه، ونقدروا نضيفوا ليه نحليوه بشويه ديال العسل ولا نضيفوا ليه الفانيلا الا بغينا نستعملوه يعني كحليب. حنا غدا نخليوه هكذاك، من بعد غدا نشوفوا ان شاء الله كيفاش غنستعملوه. والحليب من بعد ما طحنتو وصفيتو كيولي على هذا الشكل. غادي ناخذ غير كاس هنا. من بعد ما عمرت هاد الكيسان باربعه غادي نحليهم. دابا كتحليهم على حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف كل كاس نضيف فيه تقريبا نصف ملعقه ديال العسل. بما ان ما سخناش الحليب خاص العسل يكون دافي شويه باش يذوب لينا. صافي دابا غادا نضيف هنا كل كاس غنضيف فيه انا هادشي اللي عابره. كل كاس يقدر يكون عامر بالحليب. كل كاس كنضيف فيه معلقه، يعني معلقه كبيره لشخص واحد. ديال حبوب الشيا اللي تشاركت معكم في الفيديو ديال اللي فات. صافي كنخلط مزيان، كنبقى نخلط مره مره، كنبقى نخلطو حتى كنتاكدوا بان هاد الحبوب هذه تخلطت مع الحليب ديال اللوز. ومن بعد غدا نقدروا نوضعوهم في الثلاجه، يعني نبيتوهم في الثلاجه حتى الوقت ديال السحور. هاد الحبوب ديال الشيا ممكن اننا نستعملوها في يعني في لي سالاد، وهي كتنفخ وسبحان الله، يعني ملي كنفطروا بها ولا كنسحروا بها ما كيجيناش الجوع بالمره. واللي بغى يدير حميه وبغى يضعف الا كلا هادو راه كتنحسوا بالشبع وما كناكلوش بزاف. والتحليه الثانيه غدا ناخذوا شويه ديال لاكاغاغ، يعني تقريبا هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هذا القياس. هذا غنضيف ليه الجزء الثاني ديال الحليب اللي بقى ليا. عندي 20 سنتيليتر ديال الحليب، خلطت هذا شويه ديال لاكاغاغا، غنضيفو لهاد 20 سنتيليتر ديال الحليب. وكيف ما كتعرفوا لاكاغاغا ضروري ما كنغليوها واحد شويه في البوطه باش هذيك لاكاغاغا كتعطي المفعول ديالها. غنمشي دابا نغلي الحليب ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما كيف ما كتشوفوا معايا غليت، غير كطلع فيه الغليه صافي كنحبسوا عليه. كناخذوا هذا الشوكولا، هذا حتى هو تقريبا عندي هنايا 100 غرام ديال الشوكولا اللي ذوبتها. غنضيف ليها دابا غنضيف لها الحليب غير بشويه بشويه. هاد الوصفات هادو اغلبيه ديال الوصفات خاصين بيا، يعني التجارب كنبقى نجرب شحال من مره حتى كنحصل على النتيجه اللي كنبغي. كنبقاو نخلطو كيف ما كتشوفوا معايا، كنتمنى يكون كلشي واضح غير بشويه بشويه. والاضافات اللي ممكن نضيفوها، ممكن نضيفو قشور البرتقال، يعني حتى هي ممكن كتجي كتواسى مزيان مع هاد الشوكولا، مع هاد لاكريم. هادي كتجي بحال الشكل ديال لاكريم، يعني موسو شوكولا.
نقدروا نضيفوا قشور ديال الحامض، نقدروا نضيفوا الفانيلا كذلك، يعني ممكن نسموها باش ما بغينا. يعني المقادير قلنا 20 سنتيلتر ديال الحليب ديال اللوز و 100 غرام ديال الشوكولا وتقريبا الراس ديال المعلقه ديال لاكاغاكا باش كتقبط لينا هاد لان هاد الشوكولا الكميه قليله ما كافياش. صافي ها هي تخلطات لينا مزيان، هانتوما كتجي سائله، داكشي باش ضفنا ليها لاكاغاكا. صافي دابا غنوضعها في كؤوس. دابا جبت الكيسان اللي غنحط فيهم هادشي، بسم الله. الا بغيتو تصفيوها باش تجيكم يعني بارفيت، يعني تجيكم يعني زوينه، تقدروا تصفيوها. بسم الله. صافي دابا غادي نخليها تبرد وغادي ندوزو باش نحضروا ان شاء الله التحليه الثالثه. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نحضروا يعني بحال دي سيريال، غير هي غنقدموها على شكل تحليه ولكن في نفس الوقت تقدر تصلح كوجبه يعني للسحور. على كل هاد التحليات كلهم نقدروا نقدموهم في السحور ان شاء الله. وتلبيه للطلب ديال الاخوات اللي بغاو وصفات الوليدات باش يقدروا يركزوا، يعني لان دابا هذه وقيته ديال الامتحانات. غدا ناخذ هنا كتاخذوا يعني العسل على حسب الذوق ديالكم. انا غناخذ ان شاء الله زوج ديال المعالق كبار، وغدا نستعمل كدهن غنستعمل هاد الزيت ديال الكوكو، الزيت ديال الكوك غنستعمل ملعقه فقط. علاش غنستعمل هاد الزيت؟ نقدروا نعوضوها بالزبده، يعني ملعقه زبده باش غادي يجينا هذاك هاد لافوان كتجينا بحال كتجي كروستيونت وكتجي لذيذه، حتى البنه ديالها كتزيان. انا دابا غندوبهم غير شويه، يعني ما خصناش نجهدوا البوطه، غير شي شويه بما دابوا ونعاودوا نطلقوا ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ذوبتها، يعني غير شي شويه ما نخليوش يتحرق. ودابا غادي نضيف ان شاء الله لافوان، كنبقى نضيف لافوان القدر ديال هاد الكميات ديال هاد المعالق ديال هاد المعالق ديال العسل وزيت الكوك حتى يبان لينا راه نشف. يعني هكذا باش كنعبروا انايا، لان لافوان ما كنعبرهاش غير بعيني ميزانيه هكذا. بطبيعة الحال انا اليوم ما غاديش نحتاج لهاد الكميه كامله، ولكن هو ملي كيتحمر راه كيبقى حتى لشهر، يعني معليش واخا حمرتو بزايد. صافي هنا كيبان ليا صافي راه تلبس مزيان، يعني ما خصناش نزيدو اكثر، الا زدت اكثر ما غاديش يجيني كروستيون، ما غاديش يجيني مقرمش. صافي كنحصل على هاد النتيجه. دابا غادي نسرحو فواحد الصفيحه ديال الفرن، كنجيب هاد الصفيحه ديال الفرن وغادي نسرحو هنايا، وغادي نوضعو في الفرن يكون ساخن، درجه ديال الحراره ديالو تكون 180 170 180، حتى كيتحمر دغيا دغيا كيتخطف دغيا كيتحمر لينا. صافي وكنزولوه.
باش نرافق هاد لافوان و اللي هو الشوفان. غادا نرافقو بهاد المونغ، غادا نقطعها ونطحنها، نقطعها ونطحنها ان شاء الله، ونعاود نتلاقاو. من بعد ما وجد ليا هاد السيريال هادو، كنخليهم كياخذوا اللون الذهبي كما كتشوفوا معايا، هما مقرمشين. دابا غادا نوضع الطبقه الاولى. من بعد ما وضعت الكميه الكافيه هنا، طحنت من بعد ما طحنت هنايا هاد المونك، غادا نوضعو هنايا. وبالنسبه للتزيين، يعني هاد الفواكه اللي غنرافق بها كتبقى على حسب المتوفر اللي عندكم. وها هي التحليه اللي كنا حضرناها، نتوما كيف ما كتشوفوا ها هي قبطات في راسها، كتولي ثقيله. هذوك لي غران دو شيا كيتنفخوا كيشربوا. دابا كنضيفوا ليها الفواكه اللي بغينا. دابا وصلنا للتحليه الاخيره، هي حتى هي قبطات في راسها. غنزينها هكذا بالفرومبواز. انا ما وضعت حتى شي حاجه في الثلاجه، خليته غير على برا. هانتوما خليتها غير على برا وهي قبطات في راسها. ملي غنوضعوها في الثلاجه، نتوما نوريكم ملي غنوضعوها في الثلاجه غتزيد تقبط في راسها. غنزينهم دابا كاملين، وغادي نوضعهم نخليهم واحد شويه في الثلاجه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليات ديالنا، ولا نقدروا يعني نقدروا نتناولوهم حتى كوجبه للسحور، يعني كيجيو صحيين ولذاذين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. الى وصفه جديده ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.